ورحمة الله وبركاته. من ازيكم مساء تاني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنكمل النهاردة الجزء التاني من محاولة الميكرو، جزئية ايه؟ جزئية الأشرشة كولاي. طيب، عندنا الأشرشة كولاي، قالك ان الأشرشة كولاي ديت هي most predominant اللي هي الايروبيك commensal organism in the intestine of man and animal. يعني ايه؟ يعني الاشرشه كولاي ديت كنا واخدينها قبل كده ان هي بتبقى موجوده في القولون بشكل اساسي. يعني هي اصلا بكتيريا موجوده جوه جسم الانسان، بتساعده في عمليه الهضم والامتصاص والحاجات دي، يعني بشغلها كله في الانتستين. تمام. فهي قالك ايه؟ قالك اللي هي بريدومينانت، يعني شائعه قوي في جسم ايه؟ في الانتستين بتاع المان والانيمال، وكمان هي ايروبيك. تمام. قالك ان هي بيلونج تو ايه؟ تو فاميلي اسمها الانتيرو بكتيريا، اللي هي البكتيريزي بكتيريزي بكتريسيا، اللي هي الانتيرو بكتريسيا. تمام. طيب الانتيرو بكتريسيا دي بيبقى ليها ايه؟ ليها خصائص كده. اول حاجه ان هي بتبقى بتعمل فيرمنتيشن للجلوكوز، وبتعمل الكاتاليز بتاعها بيبقى بوزيتيف والاكسيديز بتاعها بيبقى نيجاتيف. طيب عايزين يعني ليها تسكيمه، احنا هنقول في الاخر كده تسكيمه للشاشه كلها على بعضها، وهرجع يعني افكرك بكل كلمه قلناها يعني، والحاجات ديت ان شاء الله نفتكرها يعني. بعد كده قالك يبقى تاني، ما احنا بتعمل ايه؟ بتعمل فيرمنت. يبقى دي الخصائص بتاعت الانتيرو اللي هي البكتريسيا، اول حاجه بتعمل فيرمنتيشن للجلوكوز، وبتعمل اللي هي الكاتاليز بتاعها بيبقى بوزيتيف والاكسيديز بتاعها بيبقى نيجاتيف. تمام. قالك المورفولوجي بتاعها، المورفولوجي بتاعها بس اعرف يعني الشكل بتاعها، شكلها اصلا مميز. تمام. اول حاجه كنا قايلين ان حرف السي لو احنا شفناه يبقى ايه؟ يبقى بتبقى كيرفد، والاو هيبقى موتايل. طب انا عندي الاو هنا، يبقى برضو ايه؟ هي موتايل. لكن السي هنا، السي هنا هتختلف شويه، هي مش كيرفد، انت شايفها هي مش كيرفد اهي. تمام. طيب لكن هي كابسوليتد، خلاص هي كابسوليتد. طيب ولكن هي بتحتوي على فلاجيلا. تمام. الفلاجيلا ديت قال لك ان هي مش بتحتوي على اللي هي سينج بولر فلاجيلا زي الكامبيلوباكتر والكوليرا وكده، لا ده هي عندها حاجه اسمها اللي هي بريتريكس فلاجيلا. يعني ايه؟ يعني عندها فلاجيلا ديت من كل النواحي، يعني بص من كل الجوانب. تمام. يبقى اسمها ايه؟ اسمها بريتريكس. بعد كده قالك ان انا عندي ايه؟ عندي اللي هي الانتيجينيك ستراكشر. الانتيجينيك ستراكشر دوت عندي ايه؟ عندي 3 انتيجين. طيب هو طبعا الانتيجين ستراكشر دوت بيبقى على اساس ايه؟ يعني على اساس المورفولوجي. احنا كنا قايلين بسبب ان هي كانت جرام نيجاتيف، بسبب هي اللايبوبوليسكرايد كبسول، فده بيخليها عندها ايه؟ عندها او انتيجين، وده اللي كان بيميز لي ايه؟ بيميز لي السبيشال بتاعت ايه؟ بتاعت الكوليرا لو انت فاكر يعني. قالك كمان ان هي بسبب الفلاجيلا بيبقى عنده اللي هي اتش انتيجين. تمام. طبعا احنا قلنا حاجه جديده هنا في الشاشه كلها ان هي كابسوليتد، فبسبب ان هي كابسوليتد كبسول ده بيعتبر ايه؟ بيعتبر انتيجينيك، برضه بيحتوي على انتيجينيك ستراكشر اللي هو ايه؟ اللي هو الكي انتيجين. يبقى هي عندها 3 انتيجين، الاتش والكي والاو. طيب قالك بعد كده اللي هي الروتين سيرو تايبنج از دون فور الشاشه كلها اللي هي الامبليكيتد ان اللي هي الجسيرو ايه؟ الجسيرو انترايتس. يعني في حاله ايه؟ في حاله ان الشاشه كلها حصل فيها اي تروب او اي مشاكل يعني، بتسبب ايه؟ بتسبب اللي هي الجسر ايه؟ الجسر انترايتس، يعني بتسبب مشاكل في الايه؟ في المعده وفي الامعاء. قال لك ان هي this is done by slide agglutination test. يعني انا بعمل agglutination test عشان اكشف على اللي هي الانجينيك ستراكشر ديت، ولو لقيتها معناها ان الشخص دوت عنده الشاشه كلاي حصل فيها اللي هي الامبليكيتد، يعني حصل فيها مشاكل او سببت مرض يعني عند الانسان، اسمه اللي هي الجسر ايه؟ جسر انترايتس. قالك بعد كده ان انا عندي فيرولنس فاكتور. الفيرولنس فاكتور ديت هي غالبا بتبقى توكسين. تمام. يبقى هي على طول كانت توكسين، زي مثلا احنا كنا قايلين في الكوليرا ان احنا عندنا الفيرولنس فاكتور عباره عن ايه؟ عباره عن اللي هي الكولاجين اللي هي الكوليرا توكسين يعني. تمام. اللي هي الانتروتوكسين. وعرفنا كمان ان هي في اللي هي الكلورامفينيكول برده كان عندها ايه؟ كان عندها تو تايب من التوكسين، عندها اللي هي الانتروتوكسين واللي هي سايتوتوكسين. هنا برده عندها ايه؟ عندها توكسين برده، يعني كل الفيرولنس فاكتور دي عندها توكسين خاص بيها. طيب احنا بس جمعناها في كلمه بطل. تمام. اللي هي البي تي ال. تمام. البي دوت بسبب ايه؟ بسبب احنا كنا قايلين ان هي عندها حاجه اسمها ايه؟ اللي هي البريتريكس فلاجيلا، اللي هي عندها فلاجيلا من كل النواحي، فده كان بيساعدها ان هي تعمل ادهيجن، وبسبب الادهيجن دوت فهي تعتبر ايه؟ من ضمن العوامل اللي بتساعد ايه؟ بتساعد البكتيريا ديت ان هي تدور جسم الانسان، فسميناها ان هي بايلي. بايلي يعني عندها فلاجيلا كتير وبتعمل ادهيجن قوي جدا، فبتعمل اللي هي الكولونايزيشن، بتقدر ان هي تتكاثر وتكون كولونيز. تمام. ما هي ماسكه كويس قوي في الميكوزا، فبالتالي تقدر تتكاثر براحتها وتعمل ايه؟ بتعمل هي الكولونيز براحتها. تمام ماشي. قالك بعد كده ان انا عندي برضو اللي هي ليها توكسين، عندها توزيع من الانتيرو توكسين. كلهم اصلا عندهم انتيرو توكسين لو انت فاكر، يعني كلهم كل اللي فاتت احنا قلنا الكوليرا والكلورام فينيكول وكده، كلهم عندهم ايه؟ عندهم انتيرو توكسين. قالك انا عندي تو تايب من الانتيرو توكسين، عندي الهيت لابايل وهيت ستيبل. تمام. وعندي حاجه اسمها شيجا ايه؟ شيجا توكسين. شيجا توكسين
قال لك انها عند الهيت لو باي والهيت ستيبل ديت، قال لك ان هي بروديوس باي ايه، باي هي الانتيرو توكس ايه توكسوجينيك شاشه كولاي. الانتيرو توكسوجينيك شاشه كولاي ديت هناخدها ايه، هناخدها كمان شويه. هي طيب من خمسه طيب بتوع الشاشه كولاي تمام. فهو قال لك ايه، قال لك ان انا بس انا في حاله ايه او ديفرنس في حاله ايه، في حاله الانتيرو توكسوجينيك شاشه كولاي. بعد كده قال لك انا عندي شيكا دوكسين، شيكا دوكسين دي قال لك ان هي بروديوس باي ايه، باي هي الانتيرو هيمورهاجيك شاشه كولاي. ما تشغلش بالك بالنقطه ديت، هنفهمها اكتر بعدين لما ناخد الطيب الطيب يعني بتاعتها. اخر حاجه عندي حرف ال، اللايبوبوليسكرايد. اللايبوبوليسكرايد يعني ايه؟ يعني الغلاف اللي بيحوط البكتيريا. بيقول لك ان الشاشه كولاي دي في حاله ان هي البكتيريا دي حصل فيها ان هي ماتت تمام. البكتيريا دي اول ما بتموت قال لك ان اللايبوبوليسكرايد الكبسول بتاعها بيبدا ان هو يفرز حاجه اسمها الاندوتوكسين، وبسبب الاندوتوكسين والمواد اللي هو بيبدا يفرزها بيدخل الجسم في اندوتوكسين تشوك تمام. طب من توكسيك شوك دي بتبدا ان هي تدخل الجسم في ريال هايبوتنشن، وبتعمل فازو دايليتيشن، وبتعمل هارت فيلير، وبتعمل مشاكل تانية كتير. قال لك ان دوت بيبقى وين ايه، وين ريليزد انتو ايه، انتو سيركيوليشن. بتبدا ان هي تفرز الانتو توكسين دوت في الايه، في السيركيوليشن، بتبدا ان هي تفرزه في الدم تمام. تمام بعد كده قال لك ايه، قال لك ان عندي دايجنوزس. يبقى تاني بس عشان ايه، عشان نبقى مجمعين كل حاجه في الفيرنس فاكتور. يبقى هو عنده ايه، هو عنده اللي هي جمعنا في كلمه بطل تمام. واحنا نعرف ان الفيرنس فاكتور عباره عن ايه، عباره عن توكس هي التوكسينز تمام. تمام قال لك اول حاجه ان هي بسبب ان عندها اللي هي بريتريكس كتير، فهي اول حاجه سميناها اللي هي البايلي. البايلي فبتساعد ان هي تعمل ايه، كولينز يعني تكتر من نفسها وكده. وعندي الانتيرو توكسين قسمناه لجزئين، اللي هي الهيت لابايل والهيت ستيبل، واللي هي شيجا توكسين. وقال لك ان هي اللايبوليسكرايد اللي تحت البكتيريا ديت لما بتموت بتبدا ان هي تفرز اللي هي التوكسين دوت، او سميناه اندوتوكسين، فبتسبب لي اندوتوكسين تشوك، بتبدا ان هي تفرز في ايه، في السيركيوليشن. بعد كده قال لك الدايجنوزس، انا يعني هي الصمه واحده فكل يعني. قال لك ان هي ان انا بعمل اول حاجه اللي هي سبيسمن، وبعد كده بعمل سمير، وبعد كده بعمل كليتشر وبايوكيميكال رياكشن. نفس ايه، نفس اللي كنا بنتكلم عليه قبل كده. اول حاجه قال لك ان السبيسمن اكيد هاخدها من الاستول، لانه بيسبب ايه، لانه بيسبب الاستول الدايريه، يعني بيعمل دايريه، فهاخد العينه من الاستول. طيب والكليتشر هنا مميزه، هنا هتبقى ماكونكي، ماكونكي اجور تمام. تمام ان شاء الله هنسكمها برضو في الاخر، ويعني ونعرف مميزها عن ايه، عن على البكتيريات التانية يعني. هي ماكونج ايه، ماكونج اجار. قال لك بعد كده بايوكيميكال رياكشن، عندها حاجه اسمها الانفيك ايه، انفيك رياكشن. بيبقى بوزيتيف بوزيتيف، نيجاتيف نيجاتيف. طيب قال لك ان الكالتشر اول حاجه عندها اوردين كالتشر عادي جدا، زي ايه، زي اللي هي الكليرا كنا قايلين عليها، اللي هي الاوردين بتاعتها كان اسمها نيوترنت ميديا او نيوترنت اجار يعني. تمام قال لك كمان هي عندها سيلكتيف، اللي هي الايه، اللي هي الماكونجي او ماكونجي ماكونجي اجار او ماكونجي ميديا يعني. قال لك ان هو بيطلع روز بينج كولينز بسبب ايه، بسبب اللاكتوز فيرمنتيشن. يعني ايه، يعني هي بتقعد تكسر في اللاكتوز، فبسبب التكسير دوت بيظهر ايه، بيظهر كولينز لونها ايه، لونها بينج خلاص. تمام يبقى الماكونجي اجار هي موجوده على الماكونجي اجار، وبتعمل لاكتوز فيرمنتيشن، فده بيسبب ايه، اللي هي يخلي لونها يظهر بشكل ايه، الروز لونها ايه، لونها بينك كده. قال لك البايوكيميكال رياكشن، قال لك ان هي بتعمل فيرمنتيشن لاول تايبس اوف ايه، اوف ليال شوجر تمام. زيها زي ايه، زي اللي هي الكوليرا تمام. بس قال لك ان هي بالاضافه ان هي بتطلع الاسيد، بتطلع معاها جاز. هناك كنا في الكوليرا قلنا ايه، قلنا اللي هو نو جاز تمام، ما كانش في ايه اي جاز بتطلع تمام. تمام ماشي. بعد كده قال لك ان انا عندي الانفيك رياكشن. قال لك اول حاجه ان عندنا الاختصار ايه، يعني الاي دي اختصار للاندول، الام ديت الميثايل ريد، والفي ديت اللي هي الفوكس اللي هي البروسكار تمام، والسي لي ستريت يوتيلايزيشن. اول حاجه قالك ان هي تبقى ايه، انت تحفظها بوست بوست نيجاتيف نيجاتيف وخلاص، يعني احنا دي اللي احنا محتاجينه في النظريه، لكن في العملي اكيد هي يعني في تفاصيل تانية تمام. قالك الاندول بيبقى بوستيف، واللي هي الميثايل ريد بيبقى بوستيف، واللي هي الفوكس دي بتبقى نيجاتيف، والستريت دي بتبقى ايه، بتبقى نيجاتيف تمام. تمام ماشي. هو قالك الاندول دوت يعني بيحصل بنتيجه ايه، نتيجه التكسير اللي هي تريبتو ايه، تريبتو فين. يعني تفاصيل مش مهمه قوي في النظر يعني. قالك المثال الريد دي برضه بسبب ان هي بتعمل فيرمنتيشن للجلوكوز. الفوكس بروسكار دوت بسبب ايه، بسبب ان هو بيكون حاجه اسمها اللي هي الاسيتايل ميثايل الكربينول تمام. الستريت على حسب ان انا هستخدم او هاخد من الستريت ديت الكربون، هستخدم منها الكربون ولا لا. فطبعا هو قالك يعني كده يعني ما بستخدمهاش وكده تمام. قالك بعد كده ان انا عندي باثوجينيسيس، قالك ان انا عندي 5 باثوجينيك باثوجينيك جروب اوف الشاشه كلها، عندنا خمسه طيب يعني. قالك ان هي ار ريكوجنايزد از كوزنج دايريا، بسبب كلهم دايريا سو ديفرنت ايه، ديفرنت ميكانيزم. طيب قالك ان هي احنا هنسكنها في كلمه تيفا، تيفا تمام. التي بتشير لي اللي هي توكسوجينيك، الاي ديت الانفيزيف، البي ديت اللي هي الباثوجينيك، الاتش ديت اللي هي الهيمورهاجيك، والاي اللي هي الاجريجيشن او الاجريجيتيف يعني تمام. تمام
يبقى سكننا في كلمة ايه؟ كلمة تيفا. طيب اول حاجة نتكلم عنها هو الايه، هو الانتيرو توكسوجينيك. الانتيرو توكسوجينيك بس كنا جايبين سيرتها في ايه، في الهيت اللي هي ستيبل وهيت لابايل، تمام. توكسن يعني الهيت ستيبل وهيت لابايل توكسن. قال لك ان هي ذيس سترينز ار كومن كوز اوف ايه، اوف هي بتيجي ايه، بيقول لك ان الناس اللي بتبقى مسافرة تمام، او بتيجي في الاطفال فبتؤدي للوفاه فبنسميها اللي هي الانفانتايل، او بتيجي ايه، او بتيجي او بتكون شبه ايه، شبه الكوليرا تمام، بنسميها كوليرا ايه، كوليرا لايك. يبقى بتيجي في الترافلرز وبتيجي في اللي هي الانفانت فبنسمي حاجه اسمها الانفانتايل واللي هي الكوليرا تمام. تمام قال لك كمان ان هي ذيس از اكيوت ووتري دايريا تمام، زي ايه، شبه الكوليرا كده بالظبط خلاص. قال لك ان هي يوجوالي ليد تو سيفير اند اوفن فيتال ديهايدريشن سبيشالي ان انفانتس اند يونج ايه يونج تشيلدرن تمام. يبقى هي مميتة ايه، مميتة للأطفال الصغيرين وكده وفي الانفانتس. طيب نحفظ ايه عنها، او المهم يعني ان الانتيروتوكسين دوت الميكانيزم هو فيها هو المهم تمام. كل ده كلام يعني ما لهوش لازمه قوي يعني، بس تعرف ان هي طبعا ايه، هي كوليرا لايك. طيب قال لك الميكانيزم، قال لك عن طريق ان الاورجانيزم ده بيروح يعمل ادهيرنس في الانتستان، الانتستان ميكوزا او الابيثيليال يعني، عن طريق ايه، عن طريق البايلي، عن طريق ايه، عن طريق اللي هي الفلاجيلا بتاعتها، عشان تعمل ايه، كولنز ايه، كولنز فاكتور يعني. قال لك ان هي زن زي لايب اللي هي ليبريت تو تايب اوف اللي هي الانتيروتوكسين، بتطلع ايه، تو تايب الانتيروتوكسين عندي اللي هي الهيت لابايل والهيت ستيبل، يعني هي بتطلع الاثنين خلاص. تمام الهيت لابايل سميناه ايجك، والهيت ستيبل سميناها نون ايه، نون ايجك. طيب المهم يعني قال لك ان الهيت لابايل هو هو اللي بيشتغل يعني، ده كده كل دي تفاصيل الهيت لابايل تمام. الهيت ستيبل هنا مش هنحتاجه قوي يعني، بس هي بتفرز الاثنين، لكن اللي بيشتغل مين، الهيت لابايل. قال لك ان الهيت لابايل دوت التوكسين ده بيتكون عباره عن ايه، بيتكون عباره عن تو سب يونت، زي ايه، زي الكوليرا برضو كنا قايلين ان التوكسين بتاعه بيتكون من سب يونت ايه وسب يونت بي. السب يونت ايه، اول حاجه قال لك ان هو بيحصل ايه، بيحصل اكتيفيشن يعني اللي هي الادينيليت سايكليز، ان هو بيزود اللي هي سايكل ام بي، نفس اللي كان بيحصل بالظبط في اللي هي كوليرا، بيزود ايه، بيزود اللي هي السكريشن بتاع اللي هي الكلور والووتر، وبيعمل انهبيشن للري ابزوربشن اوف ايه، اوف اللي هي الصوديوم، بيبدا ان هو يطرد ايه، يطرد الميه من الجسم تمام، وبيمنع ايه، بيمنع امتصاص الصوديوم تمام. تمام قال لك ان فبيسبب ايه، بيسبب ووتر دايريا، نفس الكلام اللي احنا كنا قايلينه هناك، نفس الكلام اللي احنا كنا قايلينه هناك. اهم حاجه بس تعرف ان هي بتعمل ايه، بتزود اللي هي سايكل ام بي، وبتزود ايه، بتزود السكريشن تمام. طيب بعد كده قال لك اللي هي السب يونت بي، قال لك ان هي اللي هي الاتاك مع اللي هي اتجز اي اتجز تو زي براش بوردر او فيها الابيثيريال سيل، تبدا ان تمسك في الابيثيريال سيل تمام. قال لك ان هي كمان بتبقى فاسيليتد ايه، بتسهل عمليه الدخول السب يونت ايه في الايه، في الخليه ليه، لان احنا كنا عارفين ان هي بتمسك في الريسبتور بتاع الخليه تمام، وهي اللي بتفتحه عشان ايه، يبدا ان هو يخش. فهو قال لك ان هي بتساعد عمليه الدخول اللي هي الايتوكسين ده، عشان يبدا ان هو يشتغل الشغل بتاعه ده، اللي هو يزود سايكليك ام بي، ويزود ايه، ويزود اللي هي السكريشن، ويعمل ايه، ووتر دايريه. طيب بعد كده قال لك ايه، قال لك ان انا عندي الانتيرو باثوجينيك الشيشه كولاي. احنا سكننا الانتيرو باثوجينيك البي تمام، البي ديت بيبي تمام، يعني سكناها بكلمه بيبي يعني نفس البي يعني وخلاص، اللي هي بي سمول وبي كابيتال والحاجات ديت، المهم ان هما الاثنين بي وخلاص تمام. فانت افتكرها كده اللي هي ايه، بتيجي في البيبي لانها بتيجي في النيونيتال. طيب وعندنا حرف البي بيبقى عباره عن ايه، عباره عن دايرتين كده صح، دايرتين اهو، عشان تفتكر ان احنا هنذكر فيها الاو انتيجين 111 و155 تمام. يبقى انت سكنها ببيبي تمام لانها بتيجي في النيونيتال، والبي دي عباره عن ايه، عباره عن كورتين كده فوق بعض تمام، او عامل زي حرف الثمانية يعني. فهي عندي ايه، عندي اتنين ايه، اتنين او انتجين، او 55 و او 111 تمام. تمام بتيجي ايه، بتيجي في اللي هي النيرسريز يعني، بتيجي في الاطفال اللي هي صغيرين بيبقوا لسه في الحضانات تمام. قالك ايه، قالك اللي هي الميكانيزمز، الميكانيزم اللي بتبدا تشتغل عليها ان هي ايه، بتروح تمنع الامتصاص. ده اللي عايزك تعرفه في الباثوجينيك، يعني ايه، يعني ايه الباثوجينيسيس بتاعتها، او ايه المرض اللي هي بتعمله، ان هي بتروح تضرب المايكروفيلاي، بتبدا ان هي ايه، تكسر فيها. فلما تكسرها وتكسر الميكوزا بتمنع ايه، بتمنع عمليه الابزوربشن تمام. تمام تمام قال لك بعد كده زي ايه، زي بريفنت ذا نورمال فانكشن اوف ايه، ابزوربشن اند، بتادي ايه، بتادي في الاخر للدياريه تمام. تمام قال لك بعد كده عند ايه، طبعا احنا كنا قايلين هي شبه الكامبيلو باكتر، لان الكامبيلو باكتر كانت برضه ايه، تضرب اللي هي الابيثيليال سيل، وبتضرب الميكوزا، وبتضرب مايكروفيلاي برضه، وبتمنع وبتمنع ايه، وبتمنع الابزوربشن تمام. تمام قال لك بعد كده عندي الانتيرو انفيزيف شيشه كولاي. الانتيرو انفيزيف شيشه كولاي قال لك ان هي اول حاجه هي بتبقى نون موتايل، ودي يعني حاجه مهمه. قال لك ان هي بتبقى نون موتايل، هي بتعمل انفيجن لكن هي نون موتايل. وقال لك ان هي بتبقى شبه ايه، شبه الشيجيلا، الشيجيلا ديت البكتيريا هناخدها يعني تمام. قال لك ان هي شبهها
تمام. انزل ايه، انزل باير كيميكال رياكشن، قال لك الميكانيزم بتاعها بيبقى عامل ازاي. ده اللي احنا عايزين نعرفه في الجزئيه دي، هي نون موتيل وشبه الشجل. تمام، لان الشجل احنا نعرف ان هي بتعمل انفيزيف، ولما بتعمل انفيزيف بتعمل ايه، بتعمل بليدنج في الايه، في الاستول. قال لك الميكانيزم بتاعتها ان هي بتروح تعمل اللي هي الانفي، بتبدا ان هي تخترق الميكوزا والاليوم والكولون، تمام، وبتعمل ايه، بتعمل نزيف في الاخر. خلاص، يبقى هي ايه، يبقى هي بتعمل نزيف في الاخر. قالك ان هي بتخلي الاستول بيحتوي على البلاد والبص واللي هي الميوكس، تمام، فسميها اللي هي ديزنتري. ديزنتري يعني ايه؟ يعني البلاد ايه، بلاد الاستول، تمام. قالك ان ده مش بيميزها عن ايه، عن اللي هي شيجلوسيس، لانهم ايه، لانهم هما الاثنين بيعملوا ايه، بيعملوا ديزنتري. خلاص، مش حاجه ايه، مش حاجه ماركر يعني لايه، للانفيزيف شاشه كلوي. تمام، يبقى تعرف ان هي بتعمل ايه، بتعمل يا ديزنتري. دي مهمه جدا، ولكن هي شبه ايه، شبه الشجل، عشان كده بتعمل نزيف. الشجل اصلا لما تيجي تعرف الميكانيزم بتاعها ان هي بتعمل ايه، بتعمل بليدنج على طول. تمام، لانها بتعمل انفيجن للايه، للانتستين والكولون والحاجات ديت، فبتعمل فيها بليدنج وكده. خلاص، تمام. قال لك ان هي شبه البكتيريا نفسها، لان احنا تحت في نوع اللي هي الانتيرو هيمورراج، تمام، هتلاقي ايه، هتلاقي ان هي شبه ايه، شبه التوكسين بتاع الشجله. يعني ده اللي هي الفيروتوكسين، ده هو ايه اسمها، شيجو توكسين. عارف الشيجو توكسين اللي احنا لسه قايلينه في اللي هي انواع التوكسين او اللي هي الفيرولانس فاكتور، احنا كنا قايلين اللي هي عندي ايه، عندي ثلاثه ايه، ثلاثه توكسينز لو انت فاكر. يعني ادي الفيرولانس فاكتور، عرفت ان هي اللي هي الهيت لابيل وهيت ستيبل، وده اللي هي الانتيروتوكسين اللي هي التوكسوجينيك، تمام. واللي هي الشيجا توكسين، الشيجا توكسين دي هي الايه، هي الفيروتوكسين، بتبقى موجوده ايه، موجوده في الانتيرو هيموراجيك ايه، انتيرو هيموراجيك شاشه كلوي. تمام، فهي قال لك ايه، قال لك ان الهيموراجيك دي بتيجي بسبب ايه، بسبب ان الشخص ده اكل ايه، اكل همبرجر او ايه، او فاست فود، معتمد يعني اكله بشكل اساسي عن ايه، عن اللي هي الفاست فود وكده. قال لك ان هي كمان ايه، هيموراجيك بدأ بحرف اللي هي الاتش، اهي فيها اتش، فاعرف ان انا عندي ايه، عندي الاتش ايه، اتش انجن، اتش انجن رقم 7، والاو انجن رقم 100 ايه، 157. يبقى الاو انجن رقم 157، والاتش ايه، والاتش ايه رقم ايه، رقم 7. هي بدأ بايه، بدأ بحرف الاتش وفيها حرف الاو، يبقى فيها حرف الاتش وفيها حرف الاو، فيبقى فيها اللي هي الاو انجن واتش انجن، او انجن 157 والاتش ايه رقم 7. طيب، بعد كده قال لك الميكانيزم بتاعها، الميكانيزم بتاعها قال لك ان هي بتنتج يعني توكسن اسمه اللي هي فيروتوكسن، تمام. الفيروتوكسن ده اللي احنا لسه قايلين عليه، اللي هو شيجا توكسن، اللي هو السم بتاع ايه، بتاع اللي هي الشيجيلا. تمام، فهو قال لك ان هي يعني احنا سميناها فيرو ليه، بسبب ايه، بسبب الخليه اللي احنا كنا بنعمل عليها التجربه يعني في المعمل، اللي كانت جرين مونكي كدني سلفا، سميناها ايه، سميناها اللي هي الفيروتوكسين. يعني هي بيقول لك سبب التسميه، مش مهم يعني. تمام، سبب التسميه يعني اللي هو على حسب الخليه اللي احنا كنا بنستخدمها. قال لك ان هو في الاخر يعني اللي هي الهيمورهاجيك شاشه كولي دي بتسبب ايه، بتسبب حاجتين، بتسبب اللي هي الهيمورهاجيك كوليتس، تمام، اللي هي سيفير ايه، سيفير دياريا ويز بلادي ديس تشينج. تمام، يعني بتسبب دياريا مع بلاد ايه، بلاد ديس تشينج. تمام، قال لك كمان هي بتعمل هيموليتيك ايه، هيموليتيك انيميا. بسبب الهيموليتيك انيميا دي بيزود ايه، بيزود ليه الهيموجلوبين في الدم، لما كسر الايه الدم، فالهيموجلوبين لما بيزيد في الدم بيروح ايه، بيروح للكدني، فبيسبب ايه، بيسبب اكيوت رينال فيلير. تمام، يبقى في ايه، فيها 2 اتش اهي، يبقى الهيموراج ديت ممكن تتسكمها هي ايه، انها عباره عن حرف اتش. تمام، ان هي شبه هي الشجل، اهم حاجه اللي هي الفيروتوكسين دي مهمه جدا. تمام، ان هي فيها اللي هي الاو 157 و اتش 7. تمام، وبس اللي احنا عايزين نعرفه عن اللي هي الانتيرو هيمورراجيك. عندي بقى اخر حاجه خالص، اللي هي الانتيرو اجريسيف شاشه كلوي. قال لك ان الانتيرو اجريسيف شاشه كلوي من اسمها كده، اجريسيف يعني بتعمل تجمع. طب هتتجمع ازاي؟ عن طريق ان هي تعمل اول حاجه اللي هي الادهيرنس لايه، اللي هي الانتستينال ميكوزا ان ذا بوست. بعد كده قال لك ان هي ايه بقى، بستخدم ايه، فاكر لما انا قلت لك ان انا بستخدم في الانتيرو توكسوجينيك، بستخدم اللي هي الهيت ستيبل بس، الهيت لابيل بس. هنا بقى هستخدم ايه، هستخدم الهيت ستيبل. تمام، النوع الثاني اللي ما كانش شغال فيه اللي هي الانتيرو انتستين، معلش اللي هي الانتيرو توكسوجينيك، هبدا ايه، هيبدا يشتغل في الانتيرو ايه اجريسيف. تمام، قال لك ان الهيت ستيبل انتو اللي هي الانتيرو توكسين، تمام، ده بيسبب ايه، بسبب الدايريا ان ايه ان تشيلدرن. طيب، بعد كده قال لك ايه، قال لك الاشاشه كلوي، الاشاشه كلوي اصلا بشكل عام مش بتسبب بلاد ايه، بلاد في الاستول، بس قال لك ان انا عندي تو ميكانيزمز بتسببه ايه، بيسببه الايه اللي هي البلاد في الاستول، اللي هي الهيموراجيك اصلا من اسمها، والانفيزيف لانها ايه، شبه ايه، شبه الشجله اللي بتسبب ديزنتري. خلاص، طيب، وقال لك ايه، وقال لك مين اللي بيطلع سموم في الميكانيزمز اللي احنا قلناها. عندك ايه، عندك اول حاجه خالص قلنا ان هي بتطلع ايه، اللي هي ستيبل وليبل او لابايل يعني توكسين. تمام، اللي هي كانت ايه، كانت كانت اسمها ايه، اللي هي الانتيرو توكسوجينيك. تمام، طيب، وعندنا ايه، عندنا اخر نوع خالص اللي هو الايه، اللي هو الانتيرو اجريسيف. تمام، فهي حرف الايه، وعندك في الهيموراجيك اصلا من اسم كان بيطلع ايه، بيطلع اللي هي شجله ايه، شجله توكسين او اللي هي الفيروتوكسين. تمام، فجمعنا كلمه توكسين ديت في كلمه ايه، هات، والبلودي في كلمه ايه، في كلمه هاي. طيب، نقول بقى تسكيمه كده، يعني نقول تسكيمه سريعه كده للشجله، لو تكتبوها، لو عايزين تكتبوها يعني. دي معلش الشاشه كلوي، الشاشه كلوي،
طب يا شباب، دي تسكيمة الشيشة كلها. يعني سكناها في ايه؟ سكناها في كلمة بنوتة، او في قصة. يعني القصة ديت بتقول ايه؟ بتقول ان الشيشة كلها ديت عبارة عن بنوتة طويلة محجبة لابسة شراشيب، عندها القولون وبتاكل في ماك وبتبلع بلبن، وعندها كات ومش بتغسل بأوكسي، ومتجوزة من تيفا، وحواراتهم كتير. طيب ايه الكلام ده؟ كل كلمة فيهم بتدل على حاجة معينة، بغض النظر عن التسكيمة يعني، بس ان شاء الله تعرفوا تحفظوها او تسهل عليكم اي حاجة. كلمة بنوتة ليه؟ تفتكر ان البنات دايما بتحب اللون البينك، تمام، او اللون الروز، فافتكر ان على طول ان هي كانت في المكونكي اجار كانت بتطلع لون ايه؟ لون الروز. بسبب ايه؟ بسبب الفرمنتيشن للاكتوز. خلاص، طويلة بسبب ان هي بصلاية، عشان ما تفتكرش ان هي كيرفت. تمام. وكمان محجبة لانها كابسوليتد. خلاص، يعني بيبقى في غشاء حواليها، فسميناها ايه؟ سميناها محجبه، اللي هي كابسوليتد يعني. تمام. لابسه شراشيب. ايه الشراشيب دي؟ اللي هي ايه؟ ان هي عندها الفلاجيلا كتير، فسميناها الايه؟ اللي هي بريتريكس. تمام، ان عندها الفلاجيلا كتير. وليه قلنا عندها القولون؟ لانها زي ما احنا قلنا ان هي من اللي هي اسمها اللي هي البكتيريا للانتيرو، اللي هي البكتريسيا الانتيرو بكتريسيا. تمام، وهي بتبقى موجوده بشكل طبيعي في القولون لو انت فاكر، ولو حصل فيها اي مشكله بتسبب لي جاسترو انترايتس. تمام، بتاكل في ماك، مقاطعه يا شباب، مقاطعه. المهم يعني ماك ديت اللي هي المكونكي. تمام، وبتبلع بلبن، يعني تشرب، يعني بتاكل كده يعني في ماك يعني. المهم، وبتبلع ايه؟ بتبلع بلبن. تفتكر ان ماك، تمام، حصل فيه فيرمنتيشن للاكتوز وطلعت لي لون ايه؟ لون بينك او لون روز يعني. تمام. عندها كات، تعرف ان هي عندها يعني بوستيف. تمام، فالكاتاليز بوستيف ومش بتغسل باوكسي. تمام، فالاوكسي ده اللي هو ايه؟ اللي هي الاوكسيديشن، فكان الاوكسيديشن كانت نيجاتيف. تمام. ومتجوزه من تيفا. تيفا اللي هي كانت مين؟ كانت اللي هي التوكس الطيب، او الميكانيزمز اللي هي كانت بتشتغل عليها. كنا قايلين التي اللي هي توكسوجينيك، والاي كانت ايه؟ الاي كانت الانفيزيف، والاف او ما كانش في اف، البي اللي هي الباثوجينيك، والاتش كانت الهيمورهوجيك، والاي كانت اللي هي الاجريجيتد. تمام. وحواراتهم كتير. ايه حواراتهم كتير دي؟ اللي احنا هنقعد بقى نفصل ايه؟ نفسر كل ايه؟ كل كلمه من الحاجات ديت. يعني كنا قايلين مثلا ان التوكسوجينيك كان ايه؟ كان اللي بيميز التوكسوجينيك، التوكسوجينيك اول حاجه ان هي بيطلع فيها الهيت لابايل والهيت ستيبل، واللي كان بيشتغل هو الهيت لابايل. تمام. وممكن نقول ان هي متسكمه في ايه؟ اللي هو راجل بيسافر وطفل صغير بيموت، وان شبه ايه؟ شبه الكوليرا، اللي هي كانت بتيجي في اللي هي الترافلرز، واللي هي بتبقى انفاتايل، بتبقى مميته في الانفانتس. واخر حاجه ان هي ايه؟ ان هي بتبقى شبه ايه؟ شبه الكوليرا، فبالتالي بتعمل ايه؟ بتعمل ووتر دياريه. تمام. طيب، اما اللي هي الباثوجينيك، الباثوجينيك قلنا ايه الباثوجينيس اللي بتحصل، او ايه المشكله اللي بتحصل؟ هي بتدمر اللي هي المايكروفلاي، ولما بتدمر المايكروفلاي بيعمل ايه؟ بيعمل الابزوربشن بايه؟ بيقف، ما بعرفش اعمل ابزوربشن. قلنا ان هي شبه ايه؟ شبه اللي هي الكامبيلوباكتر يعني، في الميكانيزم دوت. وعرفنا ان هي الباثولوجي هي بتيجي ايه؟ بتيجي في البيبز او في النيونيتال يعني. وعرفنا ان البيديا بتبقى بتفكرني ان هي عندها 2 او انتيجين 111 و55. تمام. وبس ده اللي احنا عايزين ايه؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه عن اللي هي الباثولوجينيك. بعد كده عندي اللي هي الانفيزيف، اللي هو حرف الاي. كان بيعمل انفيزيف ايه؟ انفيجن اللي هي اللامينا بتاعه الانتستين وبتاع الكولون والاليوم. تمام، فبالتالي كانت بتعمل ايه؟ كانت بتسبب بليدنج. تمام. يعني حاجه اخترقت الخليه وكده، فهتعمل فيها بليدنج. ده بسبب ان قلنا عليها ان هي شبه ايه؟ شبه الشجله، لانها بعد كده لما نيجي ناخد الشجله هتعرف ايه؟ هتعرف انها بتعمل انفيجن يعني وكده، وبتسبب بليدنج. تمام. وقال لك ان بيبقى فيه بلاد في الاسطول وبص وميوكس، فبتبقى ايه؟ بتبقى بنسميها ديزنتري، يعني نزيف في الاسطول. تمام. بعد كده حرف اللي هي الاتش، اللي هي الهيمورهاجيك. يعني الهيمورهاجيك دوت قلنا ان هي بسبب ان هو بياكل همبرجر. تمام، وان الهيمراجيك فيها حرف الاتش وفيها حرف الاو، فتبقى اتش 7 واو 157. تمام. وقال لك ان بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها حاجه اسمها فيروتوكسين، ده اللي احنا عايزين نعرفه. الفيروتوكسين دوت بيبقى بنسميه حاجه اسمها شيجاتوكسين، هو نفس الحاجه. الشيجاتوكسين دوت بيسبب ايه؟ بيسبب برضو بليدنج. تمام. وبعد كده عندي اخر حاجه اللي هي الاجريجيتيف. الاجريجيتيف ديت كانت بتعمل ايه؟ كان عندي بتعمل اديجن في الانتستين، كانت بتطلع توكسين، كان ايه اللي هو الهيت، ايه الهيت ستيبل. تمام ماشي. بس ده اللي احنا عايزين نعرفه في الشيشه كلوي. بعد كده هنخش بقى ايه على اخر حاجه اللي هي الشجل.
بعد كده هنخش على اللي هي الشيجيلا، اخر بكتيريا معانا. الشيجيلا دي يا شباب هي من ضمن ايه، من ضمن الانتيرو اللي هي البكتيريا. يعني هي ايه، يعني هي شبه ايه، شبه اللي هي الشيشه القوليه اللي احنا لسه واخدينها. قال لك ان هي بتبقى اللي هي الباسيلاري ديزنتري، لانها ايه باسيلاي، تمام، نفس ايه، نفس الحاجه برضو بتاعت ايه، بتاعت اللي هي الشيشه القوليه، وديزنتري لانها بسبب بليدنج احنا لسه قايلينها ورا. طيب قال لك المورفولوجي، الشكل بتاعها، اول حاجه قال لك ان هي جرام نيجاتيف باسيلاي. طب مش احنا قلنا ان احنا عندنا تسكيبه نمشي عليها، ان حرف السي دوت يا اما كبسولتي يا اما كيرفت، وانها يعني اخت الشيشه كلها، فبالتالي هي المفروض تبقى السي بيدل على ايه، على الكبسول، تمام. هنا في حرف السي، لا مفيش، يبقى هي ايه، نون كابسوليتد. في حرف الاو، مفيش او، يبقى نون موتايل، تمام. وقال لك كمان ان هي نون سبور، ايه، نون سبور فورمينج. قال لك ان الشيجيلا دي بتبقى شبه السالمونيلا، تمام، بس بتختلف عنها ان هي بتبقى نون موتايل، تمام. المهم يعني انت عارف ان هي نون موتايل اصلا، تمام، وهي شبه السالمونيلا. قال لك ان هي جرام نيجاتيف زي ما احنا قلنا، وبتبقى بصلاه يعني. بعد كده قال لك الانتيجينيك استراكشر، طبعا قال لك ان هي بتبقى ما عندهاش كبسول، فبالتالي ما عندهاش كي انتيجين، تمام. وكمان ان هي بتبقى ما عندهاش فلاجيلا، فما عندهاش اتش اي اللي هي اللي هو الاتش انجين، تمام. بس هي ايه، هي جرام نيجاتيف، يعني عندها اللي هي اللايبوبوليسكارايد، فعندها اللي هي الاو انتيجين، تمام. تمام ماشي. قال لك ان بسبب الاو انتيجين دوت قسمناها ايه، اللي هي سيرولوجيكال، اربع سيرولوجيكال جروب، يعني اللي هي جروب ايه وجروب بي وسي ودي، اللي هي الايه، اللي هي الديزنتريا دي اللي احنا عارفينها ودي اللي احنا بندرسها اصلا، واللي هي الايه، اللي هي اللي هي الفليكسناري، واللي هي البويد، اللي هي البويدي، واللي هي السوني، تمام. المهم يعني المهم بعد كده قال لك ايه، قال لك ان انا عندي فيرينس فاكتور، دول هنكررهم يعني بعد كده. قال لك الفيرينس فاكتور، قال لك ان هي اول حاجه ان هي انفيزيفنس، يعني ايه، يعني مش بتخترق. يعني ايه مش بتخترق؟ انت إيه؟ يعني لسه قايلك ورا ان هي بتخترق ازاي بقى، يعني جاي هنا، يعني هي لما كنا اتكلمنا على الشاشه كلها يعني انفيزيف، قلنا ان هي شبه ايه، شبه الشجله، بتعمل انفيجن للانتستين والاليم والاي وال والابسيليال سيل، والاليوم مش فاكره، المهم يعني والكول، تمام. تمام قال لك ايه، قال لك ان هي، فانا قصدي هنا الانفيزيف ان هي بتروح للدم، تمام، مش ايه، مش ان هي ما بتخترقش الميكوزا، لا هي بتخترق الميكوزا، تمام، بس قصدي الانفيزيفنس ديت ان هي مش بتروح للدم، خلاص. نوت ايه، نوت انفيد ايه انتو ذا بلاد، شبهها شبه ايه، شبه اللي هي الكلاسيك ايه، اللي هي الكلاسيك كوليرا، اللي هي ما كانتش ايه، كانت بتعدي على ايه، على الدم، لكن كانت بتخترق، يعني هنا هي بتخترق بس الايه، مجرد الاختراق للغشاء، فعشان كده بتعمل ايه، بتعمل بليدنج. طيب بعد كده قال لك ايه، قال لك ان هي بتطلع توكسين. احنا قلنا اصلا الفيرينس فاكتور عباره عن ايه، عباره عن توكسينز، تمام. تمام ايه التوكسين بقى اللي هي اسمها الشجيله دي بتطلعها، بتطلع ايه، اتنين توكسين، اللي هي الاندوتوكسين زي كل البكتيريا اللي احنا لسه قايلينها كانت بتطلع اندوتوكسين، وفي بقى اللي هي الديزنتري اللي احنا هندرسها يعني بتطلع خاص بيها بس اكزوتوكسين، يعني الاكزوتوكسين ده ما بيطلعش غير ايه، غير من الديزنتري. طيب قال لك الاندوتوكسين دوت بسبب اللي هي اللايبو بوليسكريت زي ما احنا قلنا، قال لك اللي هي ريليز اب اون اللي هي اللي هي الاوتو اللي هي الاوتوليسيس او اللي هي الاوتولايزس، يعني لما البكتيريا دي بتبدا ان هي تموت او تتحلل او كده، يعني قال لك ان هي بتبدا ايه، بتبدا تطلع اللي هي الاندوتوكسين دوت، يعني فبيعمل اريتيشن في الباول ايه، باول وول. قال لك ان ما بيسببش توكسين الشوك لانها اصلا ما بتعديش للدم. طيب بعد كده قال لك ايه، قال لك اللي هي الديزنتري ديت اللي بتطلع اكزوتوكسين، قال لك ان هي اكت از ايه، اللي هي الانتيروتوكسين، ما احنا قلنا ان هي بتسبب دياريا، تمام، شبه ايه، شبه اللي هي الشيشه كلوي، تمام، وبسبب حاجه اسمها دي نيوروتوكسين، يعني عن طريق ان هي بتروح ايه، تروح السي ان اس وايه، واللي هي واللي هي الجات، يعني جي اي تي يعني. وقال لك ان هي كمان بتسبب ايه، بتسبب اللي هي المينينجنزم، يعني بتسبب التهاب في الاغشيه السحائيه، تمام. واللي هي الفيروتوكسين، لو انت فاكر في الهيموراج كنا قايلين ان هي عنده اللي هي الفيروتوكسين اللي هو اللي هي شيكاتوكسين يعني، تمام. فالشيكاتوكسين ده من ضمن الاكزوتوكسين اللي بتطلع اللي هي الديزنتري، تمام. قال لك ان الفيروتوكسين دوت بيعمل دامج للبلود فيزلز اند ميك كوز رينال فيلير، تمام. لو فاكر احنا كنا ايه، بتعمل ايه، بتعمل اللي هي الهيموليتيك انيميا، والهيموليتيك انيميا كانت بتزود اللي هي الهيموجلوبين اللي بيروح للكدني، فبيسبب اللي هي الاكيوت ايه، اكيوت رينال فيلير، وهيموليتيك ايه، هيموليتيك يوريميا سيندروم اللي اتش يو اس، يبقى هيموليتيك يوريميا سيندروم دي مميزه، تمام، ليها يعني. طيب بعد كده قال لك ايه، قال لك اللي هي الباسيلاري ايه، الباسيلاري ديزنتري، قال لك ايه، قال لك ان الديزيز از كوزد باي ايه، باي ميمبرين اوف اللي هي الجينس ايه، جينس شيجيلا، تمام. ده بسبب ايه، بسبب الممبرين يعني. قال لك ايه، قال لك ان الشيجيلا ديزنتري ديت اللي هي البارتيكولاري تايب 1 اللي هي اللي هي طيب 1 من الشيجيلا، يعني قال لك اللي هي از ايز ريسبونسبل فور ايه، فور اللي هي سيفير فورم اوف اللي هي الدايريا، تمام. تمام ماشي.
هي بتسبب ايه؟ بتسبب اللي هي الايه اللي هي السيفيرست ايه سيفيرست فورم، يعني اخطر حاجه فيهم هي ايه؟ هي الديزنتري، ده اللي احنا هندرسها. قال لك ان هي شيجيلا الصيني تمام، اللي هي طيب كانت طيب كام، كانت اخر حاجه تمام، كانت دي تقريبا جروب دي تمام. قال لك ايه؟ قال لك ان هي بتبقى اضعف واحده فيهم خالص، بتبقى مايلد ايه مايلد كيدس تمام. قال لك ان الاذر شيجيلا تمام، الباقيين يعني اللي هي السوني والبويدي واللي هي الفليكسنتري ولا مش فاكره اسمها ايه ديت، قالك ايه؟ قالك ان هي ايه بتخش الجسم عن طريق ايه؟ عن طريق اللي هي الاورال روت، عن طريق اللي هي الكونتامينيتد ايه معلش انا دخلت في حاجه تانية. قالك الاثر ايه؟ اثر شيكا بتعمل ايه؟ الكوبي الانترميديت ايه انترميديت بوزيشن، يعني قالك ايه؟ قالك ان السوني بتبقى مايلد والديزنتري بتبقى سيفير، واللي هي البويدي واللي هي الفليكسنتري ولا اسمها ايه ديت بتبقى ايه؟ بتبقى انترميديت تمام. تمام قالك ان الاورجانيزم دوت ان الشيجيلا بشكل عام بيحصل انفكشن عن طريق ايه؟ عن طريق اللي هي الفيكو اورال زيها زي اللي فاتوا زي اللي هي الكوليرا واللي هي الكامبيلو بكتر يعني. قالك عن طريق اللي هي الكونتامينيتد فود والدرينك تمام، مش مهم يعني كلهم ايه كلهم اورال اللي هي الفيكو اورال وخلاص. قالك ايه؟ قالك ان انا عندي اللي هي الانكبيشن بريد فروم ايه فروم 12 ساعه لمده ايه لمده فيو دايز يعني من يوم ليومين تمام. بعد كده قالك ان انا عند الباثولوجي قال لك ذا توكسين اكت ايرلي برودوسينج ليه اللي هي الفلومينوس نون بلادي دايريا في البدايه، يعني بيبقى ايه؟ بيبقى مفيش اي مفيش ترجيع، مفيش بلاد في اليورين بلاد قصدي معلش في الستول تمام. ده في البدايه في الايرلي ايه في الايرلي ستيج. بعد كده قال لك ان هي فولو باي ايه باي انفيجن، لما بيعمل بقى يبدا ان هو يعمل انفيجن للميكوزا والوول في اللارج انتستن والتريمينال اليوم، ده بيسبب ايه؟ بلاد دايريا اللي بنسميها ايه بنسميها اللي هي الديزنتري تمام. قال لك ان هي ما بتعديش للبلاد زي ما احنا قلنا، اهم حاجه ديت مهمه جدا نون ايه نون بلاد انفيجن. قال لك ان هي بتعمل انفيجن للميكوزا ليدنج نيكروزس بسبب نيكروزس سوبرفيشال التريشن بسبب السر تمام. تمام مش بعد كده بيبدا ان هو يغطي الالسر دوت بصودو ايه بصودو ممبرين تمام. بيبدا ان هو يجيب بعض الاورجانيزم كده يقوم مغطي بيها اللي هي الالسر، بيجيب بعض المركبات او بعض المواد يعني يقوم مغطي بيها الالسر، فبنسميها ايه بنسميها اللي هي السودو ممبرين تمام. تمام يبقى تاني الباثولوجي، الباثولوجي بيعمل ايه؟ اول حاجه ان هي في البدايه خالص ما بقاش في اي فوميتنج ولا بقى في دايريا بلادي دايريا، هو طبعا بيبقى في دايريا بس مش بلادي دايريا. قالك ان هو بعد اول بمجرد ما بيحصل انفيجن للميكوزا واللي هي الوول لارج انتستين بيبدا ان هي يحصل بلادي دايريا اللي بنسميها اللي هي الميزنتري. قالك ان انا ما عنديش نو بلاد انفيجن، يعني التوكسين ده مش هتلاقيه في البلاد، فمش بالتالي مش هيعمل حاجه سيبتك، مش هيعمل سيبتك انفيكشن. بعد كده قالك ان هي بعد ما بيعمل انفيجن اللي هي الميكوزا، فبالتالي اي حاجه بتعمل انفيجن اصلا بتعمل ايه؟ بتعمل الالسر تمام. فهيعمل ايه؟ هيعمل نكروزس وسوبرفيشال السر، الالسر بعد كده هو هيقوم مغطيها بايه؟ بيديا سودو ممبرين تمام. طيب بعد كده قال لك ان هي الكلينيكالي، كلينيكالي اللي هي صادن ايه صادن اونست اوف ابدمنال بين، هتلاقي في ابدمنال بين ودايريه وليا تنسمس وليا البريكزيا تمام. قالك بعد كده ان الاستول يبقى اللي هو بلاد في الاستول الحاجات ديت يعني اللي هي ديزنت اللي هي توس مصدر اللي هي ديزنتري يعني تمام. قالك ان الاستول بيبقى كومبوز بيتكون ايه من بلاد وبص وميكوزا وميوكس. لو انت فاكر كنا قايلين ان البلاد والبص والميوكوس ده كان بيبقى موجود فين؟ كان بيبقى موجود في الانفيزيف تمام. تمام طيب بعد كده يعني في الانفيزيف، تعالى كده لما نشوف الانفيزيف بتاعت الشيشه كلوي. كانت اهي الانفيزيف تمام. قال لك ان هي ايه؟ ان هي تحتوي على الستول والبلاد والبص والميوكوس يعني في ايه في او بنسميها ديزنتري يعني، عشان كده كنا ما بنعرفش نفرق ما بينهم بين ايه ما بين اللي هي شجلوسس تمام. تمام طيب قال لك ان هي ايه ازاي بروسس سبسايد. بعد كده يعني بعد ده كله بيعمل ايه؟ بيعمل جرانيليشن تيشو تملا تمام، بيغطي ايه بيغطي بيه او بيملى بيه ايه بيملى بيه الالسر والسكار تيشو فورمز تمام. تمام يبقى بعد الالسر بيظهر سكار وبيحط الجرينيشن تيشو في ايه في الالسر ديت تمام. والستول بيبقى فيه بلاد وبص وميوكوس تمام، بنسميها ديزنتري، وبيبقى فيه ابدومينال بين ودايريه. بعد كده قالك اللي هي البروجنوزس، قالك ان هي في الطبيعي ان هو بيخف لوحده من غير اي حاجه اسبونتينيوسلي زي ايه زي اللي هي الكامبيلو باكتر اللي احنا فاكرين. قالك ان هي هاويفر ان تشيلدرن، اي حاجه في الاطفال يا شباب بتسبب ايه؟ ممكن تسبب الوفاه بسبب ان هو ممكن يعمل دي هيدريشن او سيفير دي هيدريشن واسيدوزس فبيؤدي للوفاه. قالك ان هو فيري فيو كيسز مي بيكم كرونيك فيكل ايه فيكل كارير، يعني هو بيبقى مجرد حامل بس للايه للبكتيريا دي تمام. يعني هو في بعض الحالات يعني ما بيظهرش عليه الاعراض، بيبقى مجرد كارير بس تمام. تمام ماشي.
قالك الدياجنوزس زي اي دياجنوزس زي ما احنا كنا قايلين ومتعودين، اللي هي السبيسمن والسمير، وبعمل كليتشر وبعمل بايوكيميكال رياكشن وبشوف ايه استرولوجي. طيب اول حاجه السبيسمن بيبقى مميز قوي فيها ان هي فريش، ايه فريش ستول. طيب اشمعنى فريش ستول؟ بسبب ان احنا بسبب ان احنا احيانا بنلخبط ما بين اعراض اللي هي الشيجيلا واللي هي الامويبك، ايه امويبك او السيست بروتوزوا يعني. فعشان نفرق ما بينهم او نبقى متاكدين ان الشخص دوت عنده شيجيلا، فبنعمل ايه؟ لازم نقوم جايبين فريش ستول تمام، وبنبدا ان احنا نعمل له اكزامينشن وديتكشن تمام. عشان ايه؟ نبدا ان احنا نعمل اكسكلوجن. ايه اكسكلوجن؟ اللي هي الامايبك اور سيست بروتوزوا، عشان نبدا ان احنا نستثني ان الشخص ده فعلا ما عندوش ايه، ما عندوش اللي هي الامويبه يعني، وعنده شيجيلا تمام. قالك ان ساعتها بيكون فيها اللي هي البص الايه، البص اللي بكميات كبيره جدا تمام. تمام يبقى تاني، يبقى انا بعمل اللي هي السبيسمين لازم يبقى فريش ستول، فريش ستول، فريش ستول. دي مهمه قوي، لازم تقول كلمه فريش اصلا تمام. تمام ليه؟ عشان اقدر اميزه ما بينه ايه، ما بينه وما بين اللي هي الامويبه، ايه اللي هي الامويبه سيست بروتوزوا. لان لو عنده امويبه سيست بروتوزوا ببدا ان انا اديله فلاجيل وكده الموضوع انتهى تمام، وبيبقى البص الايه كتير. قالك ان السمير بيبقى ظهر الجرام كده البص اللاي تمام. تمام في الكليتشر بقى عندها كليتشر مميزه وخاصه بيها يعني، اللي هي الايه، اللي هي السيلينيت او اللي هي تترا ايه، تترا سيونيت، تبقى سيلينيت او ايه، تترا سيونيت بروس تمام. وطبعا بتتزرع بعد كده يعني، اول حاجه ان انا بحطها في السيلينيت او تترا سيونيت بروس، بعد كده ببدا ان انا احطها على ايه، على سيلكتيف ميديا زي مكوجي اجار، واللي هي اللي هي الدكا والايه واللي هي الاس اس. الدكا دي اختصار اللي هي اختصار تقريبا لدايوكسي سيترات اجار، واللي هي الاس اس ديت اللي هي السالمونيلا شيجيلا اجار تمام. تمام لان احنا عارفين ان السالمونيلا شبه الشيجيلا، ما عندها ايه، ما عدا ان الشيجيلا تبقى نون طيب تمام. تمام يبقى بتزرع على ايه، بتزرع على تاتا ميديا اللي هي المكوكي اجار والدكه واللي هي الايه واللي هي الاس اس اجار تمام. ده طبعا بعد ايه، بعد ما بحطها في البروس اللي هي اللي هي السلينيت واللي هي تترا ايه، تترا سايونيت. قالك ان انا على المكوكي اجار بتظهر باللون ايه، بتظهر باللون البيل يلو. ده معناه ايه؟ معناه ان ما حصلش فيرمنتيشن للايه، للاكتوز تمام. تمام يعني اليلو دوت ان هو ما حصلش فيرمنتيشن. لكن لو كان ظهر باللون البينك زي ايه، زي الشاشه كلها، فاكر لما كنا الشاشه كلها قلنا عليها ان هي البنات بتحب اللون البينك او الروز، فعشان كده ايه كانت التسميه بتاعتها ان هي بنوته ايه، بنوته طويله، فبتطلع ايه، بتطلع روز كولر يعني، في بسبب ان هي بتعمل فيرمنتيشن للايه، للاكتوز. طب قالك ان السوني ده هو المميز اللي من كل التايبس بتاعه الشجله، بتعمل ايه، بتعمل بينك او ليت لاكتوز فيرمنتيشن تمام. لكن كلهم الباقي ما بيعملش ايه، ما بيعملش لاكتوز، ايه لاكتوز فيرمنتيشن، فبيظهر باللون ايه، اللون اليلو تمام. تمام ده شكلها اهوت على على الاجار يعني. قالك اللي هي ان بيل، اني بيل يلو كلنز ار بيكد اند فرزر، اللي هي ايدنتيفاي باي ايه، باي المورفولوجي، بعرف اشوفها بالشكل والبايوكيميكال رياكشن والسترولوجي عن طريق ان انا بعمل اجلوتينيشن، ايه اجلوتينيشن تيست تمام. بعد كده عندي ايه، اخر حاجه، اخر حاجه في في الدياجنوزس اللي هي البايوكيميكال رياكشن. قالك البايوكيميكال رياكشن، احنا طبعا لو انت فاكر احنا كنا قايلين ان هي من اللي هي اللي هي اللي هي الانتستين، اللي هي البكتيريا، اللي هي البكتيريسيا او الانتستين البكتيريسيا يعني. فكنا قايلين من ضمن خصائص الانتستين البكتيريسيا ان هي بتعمل ايه، بتعمل جلوكوز فيرمنتيشن تمام، من غير ما تطلع جهاز كانت اسيد، ايه اسيد اونلي تمام. فالشيجيلا هي كنا قايلين ان هي كان من ايه، من ضمن اللي هي البكتيريا ديت تمام. فبالتالي هتعمل ايه، بتعمل فيرمنتيشن للجلوكوز. وانا سألها لك ان هي على المكونج اجار بتبقى ايه، بتديني لون يلو، فبالتالي هي ايه، بتبقى نوت فيرمنتيشن لللاكتوز. كل انواع بقى ايه، كل الانواع التانية بتاعت ايه، بتاعت اللي هي الشجيلة ديت ما بتعملش لاكتوز، ايه لاكتوز فيرمنتيشن يعني. هتلاقي اللي هي الايه، اللي هي الفليكسنري واللي هي البويدي وايه كمان ايه، واللي هي الديزنتري تمام. يعني التلاته دول ما بيعملوش ايه، ما بيعملوش اللي هي اللاكتوز فيرمنتيشن. لكن الوحيد اللي كان بيعمل لاكتوز فيرمنتيشن زي ما احنا قلنا اللي هو السوني تمام. تمام طبعا ايه، وانا بنقول عليه ليت، بيقعد فتره طويله من 7 ايه، من 7 ل 10 ايام. طيب بعد كده عندنا ايه، عندنا سكر المنيت، مين اللي بيعمل فيه فيرمنتيشن؟ قال لك ان انا عندي كلهم بيعملوا فيرمنتيشن للمنيت، ما عدا ايه، ما عدا اللي هي الديزنتري، الوحيد اللي ما بيعملش فيرمنتيشن للايه، اللي هي المنيت تمام. تمام يبقى تاني احنا عندنا دلوقتي، انا عندي السوني بيعمل ايه، بيعمل بيعمل اللي هي فيرمنتيشن لثلاثه شجر. اول حاجه اللي هو الجلوكوز، لان اصلا من اللي هي الانتيرو اللي هي البكتيريسيا. تاني حاجه بيعمل ايه، بيعمل للمنيت زيه زي اخواته التانيين ما عدا الدنتري. وبيعمل ايه، بيعمل لاكتيشن، بيعمل فيرمنتيشن للاكتوز، لانه بيظهر في المكونج اجار باللون الروز تمام. اما بالنسبه لايه، بالنسبه ليه، اللي هي الفليكسنري واللي هي البويدي، كانوا بيعملوا فيرمنتيشن لاثنين شجر اللي هو الجلوكوز واللي هو المنيت بس تمام. تمام اما الديزنتري كان بيعمل فيرمنتيشن للجلوكوز بس
طيب بعد كده قال لك التريتمنت، قال لك ان التريتمنت اول حاجه واهم حاجه في اي اصلا بكتيريا احنا قلناها، ان انا اول حاجه اعلق له محاليل عشان اعوض الدايريا او الفقد في الووتر والالكترولايتس اللي كانت بتتفقد يعني. قال لك الوري ريبليسنج بالفلويد اللي هي الالكترولايت ان سيفير كيسز. تمام. قال لك ان انا هستخدم انتيبيوتيك. الانتيبيوتيك زي ايه؟ زي اللي هي الصلفه واللي هي الامبيسيلين واللي هي الكلورامفينيكول والتتراسايكلين. التتراسايكلين زي ما احنا قلنا يعني ثابته في كله. التتراسايكلين قلناها فين لو انت فاكر؟ قلنا ان التتراسايكلين ديت كانت استخدمناها في الكوليرا واستخدمناها هنا وقت في الشيجيلا، وقلنا ان احنا ما ينفعش نستخدمها في الايه، في اللي هي الكامبيلو ايه، كامبيلو باكتر، عشان ايه؟ في الاطفال يعني، علشان بتسبب ايه، بتسبب مشاكل يعني في الاطفال. قال لك ايه؟ قال لك اللي هي سيربر ايه، سيربر فلوكسازين، هي الدراج اوف تشويس يعني في السيفير كيزز، في حاله ايه، في حاله ان الشخص ده وصل لمرحله متاخره يعني. بس ما ينفعش ان انا ايه ادي للاطفال برضه، ده نفس ايه، نفس اللي كان بيحصل في الايه، في اللي هي الكامبيلو باكتر. كنا قايلين ان ما ينفعش ادي للاطفال ولا تتراسايكلين ولا اللي هي الايه، ولا اللي هي سيربر فلوكسازين، لانه ممكن يسبب لهم مشاكل. تمام تمام. اهم حاجه تعرف ان ده دراج اوف تشويس في حاله ايه، في حاله سيفير ايه، سيفير كيزز. طيب انا عندي الانتيبيوتيك احنا استكمناها في كلمه ايه، في كلمه ساكت، الاس اي سي تي، الاس ديت يبقى الصلفه، الاي ديت اللي هي الاموكسيسيلين، واللي هي السي ديت كانت ايه، كانت الكلورفينيكول، والتي دي تتراسايكلين. طيب البريفنتيشن قال لك ان انا ما عنديش سبيسيفيك اللي هي البروفلكسز للشجله يعني، يعني انا ما عنديش حاجه معينه اتجنبها في الشجله، زي مثلا كنا بنقول في الكامبيلو باكتر ان احنا نبعد عن ايه، عن مثلا الامبر او الرو ميلك يعني، او الاندر كوكد ميت والحاجات ديت، كنا ايه، كنا عارفين في حاجات بنبعد عنها. تمام. وكان مثلا ببعد عن اللي هي الحيوانات اللي كان عندها مرض دوت، عشان ايه؟ عشان ما انصابش بيه. فهنا بيقول لك ان انا ما عنديش سبيسيفيك بروفلاكسز، يعني انا ما عنديش وقايه معينه يعني اقدر ان انا اتعامل بيها مع الشجله يعني. غير كده كمان قال لك ان هي بريفنتيشن ديبند اون ايه، اون الكوميونتي اند بيرسونال هايجين، بتعتمد على نظافه الشخص دوت وعلى المجتمع اللي هو عايش فيه. تمام. عشان اللي هو نمنع ان احنا ننتشر يعني عن طريق الفيك اورال ترانسميشن، زيها زي بقيه البكتيريا الثانيه كانت بتبقى برضه بتنتقل عندي عن طريق اللي هي الفيك اورال ترانسميشن. تمام تمام. طيب هو طبعا الشجله هتلاقي فيها ايه، هتلاقي فيها كل بكتيريا ماشيه بمزاجها. تمام. فصعب ان احنا نعمل لها تسكيمه، بس احنا هنحاول نعمل تسكيمه للحاجات ايه، للحاجات العامه اللي فيها. تمام. فممكن نسكمها ايه، ممكن نسكمها ان الشجله ديت كان عندها ايه. طيب ثانيه هكتبها وهي. تمام. ممكن تكون دي تسكيمه يعني مناسبه شويه للشجله. هنقول ايه، هنقول ان الشجله ديت مصاحبه سيلين ومكه. مين سيلين ومين مكه؟ دوت علشان ايه، علشان نفتكر الكالتشر. سيلين دوت اللي هي السيلينيت، واللي هي السيوسيونيت. تمام تمام. يبقى دي سيلين اللي هي ايه، اللي هي السيلينيت، والمكه اللي هي المكونكي اجار. وتربط بقى ان مع المكونكي اجار ده كان عندي ايه، كان عندي اللي هي اس اس الاس اس اجار. تمام. في نفس الدكه يعني، هما الاثنين في نفس الدكه. المهم يعني اكيد اي حاجه التسكيمه ديت، الدكه دي عشان تفتكر ايه، ان هي دي سي اي. تمام. دي سي اي اجار. يبقى ده كده عشان ايه، عشان اسكم الايه، الكاليتشر، ان هي في اللي هي السلينيت اللي هي بروس، واللي هي عندها المكونكي اجار، واللي هي الدكه اللي هي الايه، اللي هي الدي سي اي. تمام. وبتحب تاكل اكل فريش عشان تفتكر ان هي فريش ايه، فريش ستول في حاله السبيسمن. تمام. عشان ايه، هو دي حاجه مميزه ليها. طيب وضربت ايه، ضربت سوسو الغلبانه. طيب اشمعنى بقى سوسو الغلبانه؟ لان السوسو كانت بتطرد ايه، مين السوسو اصلا، اللي هي الايه، اللي هي السوني. السوني دي كانت ايه، كانت ما بتزعلش حد، كانت ايه، كانت بتحب ايه، تعمل فيرمنتيشن لاي نوع من السكر. تمام. ضربتها ليه؟ لانها هي عكسها يعني، الديزنتري ديت كانت ايه، عكسها، ما بتعملش فيرمنتيشن غير للجلوكوز، لكن السوسو كانت بتعمل فيرمنتيشن للجلوكوز وللاكتوز والايه، وكمان للمنات. تمام. عشان تفتكر ان سوسو الغلبانه، سوسو ديت غلبانه ليه، يعني عشان هي بتطلع لون بينك او روز في المكونكي اجار. تمام. بس يعني دي ممكن تكون تسكيمه ليها، عشان الباقي طبعا هتلاقي كل شويه الديزنتري بيختلف شويه عن بقيه البكتيريا التانية، فمش هنعرف نعمل تسكيمه يعني شامله للبكتيريا كلها. وبس كده.